وهناك أيضا ثمرات المداومة والاستزادة من طاعة الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة في الآخرة. ويأتي على رأس هذه الثمرات حسن الخاتمة، أن يختم الله سبحانه وتعالى لك بخاتمة حسنة. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في بيت من بيوته وفي جمعة من جمعات العشر الأواخر من رمضان أن يحسن خاتمتنا جميعا، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى جميعا حسن الخاتمة. قال صلى الله عليه وآله وسلم في رواه الإمام الترمذي في السنن بسند صحيح: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: يا رسول الله كيف يستعمله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يوفقه لعمل صالح قبل الموت، يوفقه لعمل صالح قبل الموت فيقبضه الله وهو يفعله أو عقب فعله. وكثيرا ما سمعنا عن أناس ختم الله سبحانه وتعالى لهم بخاتمة حسنة وهم يقرؤون في كتاب الله أو هم ساجدون في الصلاة، وحتى ربما الإنسان وهو نائم على 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 فراشه أو على سريره ويقبضه الله سبحانه وتعالى. ليس شرط من يعني من ضمن الخواتم الحسنة، ليس شرط أنك أنت يختم لك أو تقبض روحك وأنت تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا حتى وأنت تصلي. يعني كثير من الصحابة قبضت أرواحهم وهم نيام على أسرته. فالمقصد أن هذا الأمر يعلمه الله سبحانه وتعالى. المقصود أن الله سبحانه وتعالى يختم لك حياتك بخاتمة حسنة، ويجعل الله سبحانه وتعالى ملائكة الرحمة تتنزل عليك في اللحظات الأخيرة من حياتك، طالما أنك مستقيم في حياتك على طاعة الله ومداوم على طاعة الله عز وجل. لأن هذا وعد من الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وكثيرا ما أقول: تخيل مثلا لو أن هناك يعني مسؤول في الدولة، سواء كان ملك ولا وزير ولا حاكم ولا رئيس، وأرسل إليك من يبشرك، يعني فأنت بتصر وتستبشر بهذه البشرات، فما بالك بالله سبحانه وتعالى يجعل ملائكة الرحمة تتنزل عليك قبل قبض روحك: لا تقلق ولا تخف ولا تحزن وأبشر بالجنة. فأنت في هذه اللحظات تريد حتى من روحك أن تخرج، لأنك تقبل على الله سبحانه وتعالى فيقبل الله عز وجل عليه. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وقال عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. تخيل الملائكة حينما تقبل لملائكة الرحمة، لو كان الإنسان مستمر على طاعة الله ويستزيد من طاعة الله عز وجل، فالملائكة تنزل عليه تبشره: لا تخف ولا تحزن، طيبين، سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إنما الآخرين لا، تتنزل عليه ملائكة الايه؟ ملائكة العذاب، وتتفرق أرواحهم في أجسادهم. ولذلك من ضمن تفسيرات قول الله سبحانه وتعالى: والنازعات غرقا، هم الملائكة ينزعون أرواح العصاة وأرواح الكفار بشدة، لأن أرواحهم تتفرق في أجسادهم ولا تريد أن تخرج، لأن تنزلت عليهم ملائكة العذاب وهم يعرفون سوء المآل وسوء المصير الذي ينتظرهم. إنما الذين يستمرون على طاعة الله أهل البيئة الإيمانية وأهل المسجد وأهل الطاعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لهم بخاتمة حسنة، وتتنزل عليهم ملائكة الإيه؟ ملائكة الرحمة، تقول لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أيضا من ثمرات العمل الصالح في الآخرة الأمان من عذاب القبر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون مدبرين، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه. يا سلام، الصلاة تأتي عند رأسك وتدافع عنك، إنما يعني في في في, في القبر الصلاة تأتي، وكانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. يبقى أنت كده محصن، أنت نايم في قبرك محصن بصلاتك بصيامك بزكاتك بصدقتك بإحسانك بمعروفك للناس. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون مدبرين. ده في حياة، يعني بدليل أنه يسمع خفق نعالهم، يعني يسمعك وأنت تسير. يقول، ولذلك احنا دائما اقول ان الموت في عقيدتنا الاسلاميه ليس عدما، انت مش بتنتقل الى العدم او بتنتقل الى عالم مجهول، لا، احنا الحمد لله رب العالمين عندنا الامور الغيبيه معروفه وتعلمناها في عقيدتنا الاسلاميه، انما غير المسلم ممكن يكون
المصير بعد الموت مصير مجهول بالنسبة له، لذلك ربما ينتحر، ربما يخرج من الحياة هكذا. لكن احنا بالنسبة لنا الحمد لله كمسلمين معروف أن الموت عندنا هو انتقال من حياة إلى إيه؟ إلى حياة. بس احنا في الحياة الدنيا يعني حياة لها خصائصها ولها مقوماتها، إنما لما بننتقل إلى الحياة التي بعد الموت دي اسمها حياة برزخية. ولذلك قال عز وجل ومن ورائهم إيه؟ برزخ إلى يوم يبعثون. الحياة برزخية يعني برزخ، يعني البرزخ دائما هو الحاجز بين الشيئين. قال عز وجل بينهما برزخ ليه؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني لا يبغي هذا على هذا. فالبرزخ هو الحاجز أو المانع أو السد بين شيء. فالحياة البرزخية هي الحاجز بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. لكن أنت في حياة لكن لا خصائصها ولا ولها مقوماتها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين يوضع الميت في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولونه مدبرين. لكن ما الذي يعصمك في القبر والذي يحصنك في القبر؟ أعمالك الصالحة. وذلك يقول صلى الله عليه وسلم فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، كان الصيام عن يمينه، كانت الزكاة عن شماله، كان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس. شوف الأعمال المتعلية النفع أيضا، يعني دائما نقول أن العبادات ليست قاصرة على العبادات الفردية اللي هي الصلاة وقراءة القرآن وانتهى، لا. شوف الرسول يقول لك وكان فعل الخيرات، فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل. لا، ده الرجل ده كان بيحافظ على ليه؟ على الصلب. ده كان من الذين قال عز وجل فيهم والذين هم على صلواتهم محافظون، الذين هم على صلواتهم دائمون. ده كان من أهل الصلاة ومن أهل المسجد، فيعني يحصل من قبل ليه؟ من قبل الصلاة، وكذلك الصيام، وكذلك الزكاة وهكذا. أيضا أعد الله سبحانه وتعالى لأهل الطاعات والأعمال الصالحة بفضله وكرمه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولم يخطر على قلب بشر. يقول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. وقال عز وجل في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم قول الله سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولذلك حينما سأل موسى عليه السلام ربه، سيدنا موسى عليه السلام بيسأل ربنا سبحانه وتعالى، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، بيقول له يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة، يعني أقل واحد من أهل الجنة، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال له ربنا سبحانه وتعالى يا موسى هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، خلاص دخل أهل الجنة اللي الجنة ويجي هذا الرجل فيقال له ادخل الجنة فيقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. ده يعني هو كأنه بيقول ربنا سبحانه وتعالى ليس هناك مكان في الجنة، ده كل واحد نزل في منزله وكل واحد أخذ إيه؟ أخذ ما له. أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. فيقال له عبدي أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت ربي. فيقول الله سبحانه وتعالى له لك ذلك ومثله ومثله ومثله، إذا أربع مرات. فقال له في الخامسة رضيت ربي، يعني مثل ملك ملك وأضعاف مضاعفة مثل ملك ملك من ملوك الدنيا. فيقول العبد رضيت ربي. فيقول الله سبحانه وتعالى هذا لك وعشرة أمثاله، هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول رضيت ربي. قال ربي فأعلاهم منزلة. طب ده أقل واحد في الجنة، يعني طيب ما أعلاهم منزلة يا الله؟ أعلاهم منزلة. فيقول الله سبحانه وتعالى لهم أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هي أيام قليلة أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نجتهد فيها في طاعة الله عز وجل وفي طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يعطينا الله عز وجل ما لا يخطر على قلب بشر. الله سبحانه وتعالى من أعظم النعيم الذي يعطيه لأهل الجنة هو أنه يمكنهم من رؤية وجهه الكريم جل جلاله. يقول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسرت الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك يا رب. قال سبحانه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والنظر إلى وجه الله هو من المزيد الذي وعد الله عز وجل به المحسنين. نسألك يا الله أن ترينا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تحسن خاتمتنا، وأن تتقبل صيامنا وقيامنا، وأن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.